صباح الخير عن جديد. غالبا ما يكون الحديث حول التنمر حاضرا في أحاديث الآباء، خاصة خلال فترة المدارس. والتوجيه التربوي اليوم يعتبر الطفل المتنمر ضحية أيضا كما الطفل الذي يتلقى التنمر. لكن أيهم السؤال اليوم، كيف نخلق طفلا غير متنمر، وكيف نساعد الطفل على حماية نفسه من المتنمرين لنضمن بيئة بين الأطفال خالية من العدائية والمنافسة السلبية والتنمر بطبيعة الحال؟ نتابع. التنمر أو الاستقواء مصطلح دارج منذ سنوات يشير إلى العنف أو الإيذاء والإساءة المتكررة والمتعمدة ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص. ويشترط على الحالة حتى ندعوها تنمراً أن يكون الطرف الآخر غير قادر على الرد، أي إنه أضعف من الشخص المتنمر. اليونسكو من جهتها حددت الخميس الأول من شهر تشرين الثاني يوماً لمكافحة جميع أشكال العنف والتنمر في المدارس، وكشفت في أحد تقاريرها أن أكثر من 30% من طلاب العالم وقعوا ضحية للتنمر، أي أن هناك طالباً من بين كل 3 طلاب تعرض للتنمر اللفظي كالإغاظة والسخرية أو التنمر الجسدي كالضرب والدفع والطعن وغيرها، أو التنمر الاجتماعي كالإقصاء أو التنمر الإلكتروني كنشر رسالة أو صور محرجة. لا يبدو أن هذه الحالة تسير نحو نهايتها، حيث يعزز العنف في العالم وضعف الروابط الأخلاقية والقيمية هذه الظاهرة، إضافة لانشغال كثير من الأهالي بتأمين لقمة العيش والسعي نحو تحسين نوعية الحياة، ما يجعل التربية والتواصل مع الأبناء في حدوده الدنيا، الأمر الذي يخلق طفلا ضحية إن كان متنمرا أو متنمرا عليه. لذا نحن هنا نسأل، كيف يكون عالم الأطفال خاليا من القسوة فيما بينهم على الأقل؟ على عالمهم كبالغين يصل إلى سلام لم يحظى به آباؤهم. ينضم إلينا في الاستوديو عبد الرزاق محمد، اختصاصي نفسي وتربوي. يسعد صباحك أستاذ. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. يعني ذكرنا تحت الهواء بعض القصص التي تحدث في المدارس، أساسا شو اللي بيخلق طفل متنمر؟ أساساً التربية. يعني الطفل سلوكه هو نتاج يعكس ما تلقى. إذا كانت بتكون طريقة التربية لحتى يطلع الطفل بهال. هلا راح نقول نحن ليش هيك طلع، بعدين نقول ليش كيف نخليه ما يطلع هيك. كيف طلع؟ لأنه الطفل بيئة الإهمال، بيئة العنف، الأسرة المتفككة، عدم يعني الطفل اللي عم بيشوف نماذج من الضرب او نماذج من ردة الفعل، خذ حقك بايدك، جاوبه مثله او اضربه، او يعني هالكلمات اللي بتكون يعني نوع من التوجيه طبعا الغلط. هون الطفل تعلم على سمع شيء او شاف اشياء ممارسات بيعكسها، راح تطلع بسلوكه. كذلك الامر هذا الطفل نفسه إذا كان من الطبيعة أنه يعني يستكين مثلا الأخو الأكبر إذا ضربه، أو إذا شاف الأبوين في صراع ففي مسيطر وفي خاضع، تمام؟ فهذا الطفل ممكن يكون ضحية للتنمر، يعني وجهين لعملة واحدة. يعني نفسه ممكن يخضع للتنمر ويستكين ويقبل على نفسه ينفرض عليه أذى عنفي أو لفظي أو جسد أو أي شيء. يعني الطفل اللي أخوته أو أهله في البيت لقبوه بالألقاب بصفاته الشكلية أو بلغته أو بكلامه، فإذا سمع من أقرانه بالمدرسة رح يخضع له، ما رح يقدر يدافع عن نفسه. ولذلك نحن نشوف نقول أنه طفلك كلما كنت قريب منه، كلما سمعت له، كلما وضحت له أساليب الرد أو ما هو التنمر، يعني عارفه تجي ابني حدا بيصطعك، حدا أخذ أكلاتك، حدا سرق أغراضك، حدا دفشك، حدا بيحكي معك كلام بذيء، حدا يعني هل الرياحة في استجواب، مو استجواب، يعني افهم طفلي بأي حال، اسمع له أكثر، اسمع له أكثر، فوقتها بعرف أنه ابني عم يتعرض لشيء، عم يصير عليه، عم يتمارس عليه شيء، أو ممكن ألاحظ عليه
خرمشه مثلا او اذى او عم بيقول انا وقعان هون عم بجي نساله طيب اذا حدا دفشه شيء واذا حدا وقع لحاله شيء هذا اذا كان متنمر عليه اذا كان متنمر كيف فيني انا اكشف طفلي اذا كان هو متنمر اذا هو متنمر من سلوكه العدائي مثلا من ردات فعله يعني هذا الطفل طبعا رح يجيني شكاوي على ابني حالة اثنتين ثلاثة اجوا انه هذا الطفل هيك عم يتصرف هو نحن ما بنقول تنمر الا في حالة التكرار يعني حالات العادية ممكن تكون ما فينا نميز بين العدائي والمتنمر يعني ممكن يكون مثلا مشاغب لكن هذا لا يعني اساسا انه متنمر هلا في توضيح بالمصطلحات يعني مثلا فرط النشاط او مثلا عدائي بس مصطلح التنمر يعني في رأس الهرم تحت منه كثير يعني التحرش الملامسة الممنوعة التنابز بالألقاب الابتعاد عن المشاركات يعني إقصاء الفرد الآخر من المشاركات الظهور بمظهر القوي أو الظهور بمظهر القائد للمجموعة نحن منشجع الطفل أنه يكون قائد للمجموعة بس إذا شفنا أنه في عنده شيء كيدي معناتها هو عم يتنمر على غيره على حساب غيره فهنا نحن لازم نكون حريصين شو دورهم كيف لازم يتعاملوا مع الطفل المتنمر هو نفسه اذا ابنه عم بيمارس تنمر على غيره طبعا يعني كمان بالنصيحه وكمان بانه أن هذا الشيء خطا هذا الشيء خطا هذا التصرف لانه مثلا اذا كان بجو المدرسه الحق الكل يتعلم حق الكل يلعب مع بعضه انتوا رفقات انتوا اصدقاء بغض النظر شكله ايوه لكن لان هلا مثلا نحن اكيد رح نتطرق لسؤال انه اللاجئين وكذا واطفالنا السوريين مثلا بسبب اللغه بسبب ضعف اللغه خاصه بالصف الاول والثاني ما عنده لغه قويه يدافع عن نفسه بالكلمات بيلجا لرده فعل يدويه يعني انه بالعنف وبالتالي هذا الطفل اذا بده يتكلم بلفظ خطا او ما عرف يجاوب رح يلاقي مين تمسخروا عليه او ضحكوا عليه والمصيبه اكبر وقت اللي بيكون المعلم ما عنده معلم الصف ما عنده الخبره والدرايه بالاداره الصفيه بهيك حالات طيب كيف لازم يتصرف المعلم بهي الحاله هلا اغلب النماذج التربيه الحديثه وتاهيل المعلمين بيكونوا دارسين مناهج لهذا الشيء يعني المعلم الحاليا حول العالم يعني ونحن هون في تركيا مثلا نتكلم انه المعلم بيكون متدرب او على اساليب الاداره الصفيه الناجحه وعلى اذا ظهرت هذه الحالات كيف يتعامل معها يعني مثلا توزيع قبل شوي الانسة عم تحكي انه فئه الشاطرين وفئه الكسلانة او الطويل والقصير او الصحه او هلا هون بيتقصد المعلم بالاسبوع او كل اسبوعين يغير اماكن الطلاب او التلاميذ قدامه فغير اماكنهم فاللي كان بالزاويه بالاخير ما يحس حاله انه هو مستقصى من الـ من الـ من الامام لا اللي كان بالزاويه بيجي لقدام بيجي للنص كان هالطرف بيجي لهالطرف اللي كان قدام بيصير ورا فهون الجو زائد الانشطه المدرسيه انشطه اللي كانت مثلا تعطي فرصه للكل الكل يشارك الكل يرقد ويحصل فرصه الفوز مثلا بس هون يمكن شخصيه الطفل بتلعب دور يعني بتذكر حالي انا كنت اطول واحد بالصف واقعد اول مقعد ايوه فهون ما ترضى تقعد ورا ايه ما ارضى اقعد ورا وما كنت حس انه في حدا عم يتنمر على الطول مثلا او شيء لا فهون كيف بدنا نحن نربي هذا الطفل لانه ما يخلي حدا يتنمر عليه بهالحاله انت الصح انه انت ما تنمرت على حدا لانه انت العكس بيصير هو عبر عن رغبته الفرق لصالح يعني الطويل ممكن يتنمر على الاصغر منه او القوي على الاضعف اللي قطعته خشنه أو يعني احنا كنا نقول انت قاعد ورا لانك كسلان يجي يقول لا لانه انتوا قصار مثلا قعدت بقى هاي المشاجرات نعم. كان يخلقها يمكن المدرس يعني اوكي ممكن المدرس يكون في مقاييس معينه الاهل الاهل والمدرس يعني يبين قدام. يوضح شيء للاهل كمان انه ابني انت ورا مو لانك انت كسلان تماما يعزز بالعكس ويعطيه يعني يوضح له النقاط القوه اللي عنده انت شاطر انت بترفع ايدك انت بتشارك المهم نشارك المهم نحفظ المهم نتعلم المهم تاخذ علامات جيده مو المهم وين جلست وانت اطول ولا انت اقصر ولا انت كذا
هاي الصفات طبيعية بين الناس، كل الأطفال هيك، هاي أنا هيك، هاي عمو هيك، هاي فلان، يعني هل طريقة بالتوضيح؟ الطفل بيقول آه أنا طويل، يعني ما أنا ماني مميز عن هذاك، يعني لازم أشوف حالي عليه. طيب كيف لازم يتصرفوا الأهل؟ يعني في حال إجا طفلهم مثلا مورس عليه التنمر، الأب أو الأم شو لازم يعملوا؟ هلا في حالات الطفل التنمر عليه بيكون واضح، يعني متعرض للضرب مثلا، أو إجا بابا عم بيقولوا لي مثلا إنه سمين أو لفظ من الألفاظ بحط نظارة كمان. أيوة. كان أكثر بهالحالة واضح، هون الأهل يعني لازم يعني يعرفوا إنه شو هي التصرفات، إذا بحدود المعقولة مرة ولا دائما أنا عم تتكرر، كم مرة عمل هيك، ممكن تكون مرة اليوم أخذت ألم وضربني وعدت وراحت، هذا ما اسمه تنمر، هذاك الشخص ما هو متنمر عليه، بس تنمر هو الاستمرارية بالاعتداء، مع فرق أنه هذا عنده خضوع وهذا عنده سيطرة. هون نحن نتوجه لإدارة المدرسة، نتوجه للصف، نروح حتى مرات يعني الأهالي بيشوفوا بعضاً، يعني الإدارة المدرسية، المرشد في المدرسة بيتوجه لأهالي الطفل المتنمر للمتنمر عليه، للطرفين، أنه هذا بنفهمه ونشرح له الأمور، وهذاك اللي بيمارس سلوك خطأ كمان توجه له. بس المصيبة وتكون أنت ما في شيء ظاهر، ما في ملاحظات، راح تشوف طفلك ما عنده رغبة في الذهاب للمدرسة، فقدان شهية، اكتئاب، يعني انعزال في البيت، سريع التوتر، عصبي صاير، يعني عم بيتحجج بأي شيء. هون هو عم بيتعرض لشيء نفسي في المدرسة، يعني استقصام الألعاب، ابتعاد عنه، أو سخرية، تهديد، وأحيانا أو تهديد، ممكن يعني تهديد، نعم. إذا بتجي على المدرسة بدي أعمل سوي بصير من فترة قريبة أحد أصدقائنا يعني صار مع ابنه، وبصراحة يعني أنا وتحكى لنا ما خطر لنا أنه يكون في شيء اسمه حالة تنمر، بس يوم راح المدرسة وشاف الإدارة وشاف المدرسين وكذا، اكتشف أنه في حدا أكبر منه بغير صف ثاني مهدده أو كذا، فالطفل صار عنده حالة مشكلات معوية، يعني ما يأكل ويراجع ويتدلل وما بده يروح على المدرسة، وحالة من الكآبة الشديدة يعني. فبهيك حالات هي علامات الأهل لازم ينتبهوا لها، أنه أنا ابني ليش كان شاطر، كان عم يروح، حتى تدني مستوى التحصيل كمان أحد علامات أنه إذا كان عم يتعرض لشيء. طب دائما هنا خوف من الأهل أنه هي شعرة بتفصل بين أنك أنت تأسس ولد عنده شخصية قوية وبين أنه يكون مثل ما ذكرت أنه قيادي ولكن بطريقة مخيفة، يمكن يكون دكتاتورية أو حتى متنمر على غيره. كيف فينا نلمس هذا الشيء بين الطفل؟ كيف فينا نقوي له شخصيته بس بطريقة أنه ما تكون سيئة؟ نعم، بكل أبعاد العملية تربية الأطفال، كلما كنت قريب لطفلك واستمعت له واهتميت في مشاكله، وكلما كان هو قادر على الإفصاح بجد شتى جوانب الحياة، راح يكون طفلك ناجح، راح تكون أنت قادر على أنك تكتشف مشاكله وتوجهه التوجيه الصحيح. للأسف مرات أحياناً بيكون الأهل نفسهم ما عندهم هذه الدراية التربوية، أو ما بيجوا يعني شافوا على ابنهم هيك صاير، إيه ابني خلص معلش تاني مرة ما بيساوي، لا لازم فورا تروح على المدرسة، لازم فورا تاني نهار تسأل ليش أنا هيك صار، مين هذا اللي هيك عمل. هاي المتابعة بتخلي أنه ابني ترجع ثقته بنفسه، يعني يقول أنه أنا في حدا أجا في سأل، هذا الطفل مثلا كمان وجهوا له كلام والمعلمة أخذت عرفت أنه شو عم بيصير، فبيعتز بأحسن ما، لأنه إذا تركته شوي شوي رح يصير عنده الخضوع أكثر. صح، أنه نحن وهذا الشيء بالمستقبل بالحياة بيأثر على كل سلوكاتنا نحن، يعني ممكن نحن ككبار مرات نتنمر على غيرنا من دون ما نعرف. صحيح. يعني عم يحكي بقاطع له حديثه، أو بنظر له نظرة عبس، يعني شو عم تحكي، أو يلا بلا ما يروح هو نحن بنكفي، يعني هذا النوع بين الكبار موجود حتى. كل أنماط تصرفاتنا فيها شيء، ولكن نحن بنهتم بالبيئة، بيئة الأطفال، لأنه هي الأساس.
إذا قدرنا ننشئ جيل سليم بهالتصرفات، فبعد 20 سنة راح يكون عنا جيل من الشباب الواعي المتفهم اللي بيؤمن بالتعدد والتنوع، بالفرص والتعدد والتنوع، لا على شكل حدا، لا على لغة حدا، لا على طول حدا أو صحة حدا، ما يتمسخر على شيء، ما عنده ثقة بحاله، عنده ثقة بنفسه. ويكون هذا الطفل نحن منعلمه يعني منشرح له السلوك الصح عن الخطأ، إذا سواء كان هو عم يتنمر على حدا أو سواء كان عم يتعرض لشيء، هون نحن منكون عم نعطيه شيء من التحصن النفسي. يعني مثلا أبسط كلمة يقول لك والله بابا هنا هيك قالوا لي وأنا هيك جاوبت، حتى لو كانت كجوابه ما هو مقنع، ما هو بالحجم المطلوب، لازم أشجعه برافو أنت هيك جاوبت، برافو، حتى لو كانت الكلمة ما لها علاقة بنوع الخطاب. يعني فبتشجع الطفل تاني مرة بيقول لك أنا جاوبت، أنا بقول لا. يعني كلمة اللا بس نعلم ابننا بوجهك يقول لا، رح يتعلم يقول لا مين من كان يقول لا، عند الخطأ يقول لا، حدا تعرض له بيوقف بيحكي. مثلا بالنسبة للبنات الصبايا ممكن بالشارع بمكان مظلم بكذا حدا يتعرض لهم، فأنت وقت إلا بنتي احكي علي صوتك، عيطي، روحي على مكان فيه عالم، لا تمشي مكان منزوي أو هادي أو ما في حدا، ما في حركة. هذا التعليم أو هالنصائح بتخلي ابنك يكون عنده دراية للتصرف في الموقف الخطأ. طيب كثير بيخطر على بالي انه انا مثلا اذا اجى ابني بيوم من الايام وقال لي انه حدا تعرض له، انه انا شو بدي اقول له؟ خذ حقك بايدك، ولا دائما يجي لعندي وصح انه انا اللي روح طالب بحقه، او حتى انه عاقب يمكن الشخص الثاني، او حتى قرب وجهات النظر؟ ما نحن كلامنا كله هو عم يصب بهذا الخانه. يعني مثلا اجى حدا تعرض له، تعرض له باي شكل، شو السبب؟ ليش؟ يعني صديقه، انت ذكرت انه يحس انه في له سند، بس هل صحيح انه دائما انا اللي يكون موجوده معه؟ تماما، فهمت قصدك، انه نحن لا، نحن احيانا كمان بنقول واجه، يعني احكي، اطلب، اخذ غراضك، يعني خذ غراضك، بس مو لازم تضربه، او مو لازم اذا هو قال لك عليك كلمه انت ترد له بكلمه مثلها. لا، يعني مو ضروري انا انزل لمستوى العدائي، هو عنده هداك اعتدى علي، بس انا باخذ حقي او بطالب. هذا الغرض لي ما بخليه ياخده، بطالب فيه، ما صار بعلي صوتي، ما صار بقول للاستاذ، ما رد علي بقول للمدير، ما عرف يروح على المدير، تعا لي بابا حدا عمل لك، حدا تعرض لك بشيء، تعا لي مره مرتين ثلاثه. طبعا بهالحالات انت عم تقول لابنك طيب هيك بتصرف، هيك الصح، هيك الخطا. انت ملاحظ انه بالفترات الاخيره زايده حالات العنف بالمدارس، يعني بحسب خبرتك انت، وزايد كميه التنمر ايضا بين الاطفال، شو السبب؟ ما بعرف اذا، لا ما اعتقد انه في زياده. التنمر بحالاته الطبيعيه موجود بكل المجتمعات، بكل المجتمعات، الا يعني اذا كنا يعني مثل ما قلت لك المجتمع كله عنده هذه الثقافة بالنسبة للأطفال. يعني المدارس حسب البيئة، بيئة المدرسة منلاحظ نوع المشكلات اللي فيها، حسب البيئة الاجتماعية اللي عم يجي منها الطفل. تمام، بين المراهقين طبيعي يصير، لأنه هذا بده يشوف حاله، هاي بدها تعتد بجمالها، هاي بدها تقول أنا أطول، هاي أنا أحلى، هاي أنا كذا، فهون دايما بده يصير في توجه ببعض. يعني كل واحد عنده شيء أنه يبرزه، بس قلنا نحن دايما أنه ما منقول هذا الطفل عم يتعرض للتنمر أو هذا الشخص عدائي إلا إذا صارت تكرار، زائد أنه اتحطط على حدا يعني. تماما، شكرا لك عبد الرزاق محمد، اختصاصي نفسي وتربوي. شكرا لك، شكرا على النصائح المهمة. الله يسلمك، سلام.